اي قلت لك مجموعه من الاسماء. منو مثلا منو تريد اسميهم؟ اي 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 قدمنا السيد محمد شاع السوداني. طيب. ما قبل. من ضمن المقدمين ايضا سعد العيداني محافظ البصره. هناك شخصيات يعني اعتقد احدى رئاسه الجامعات ايضا مقدمه. طيب. فبالتالي مجموعه عليه انه اليوم السيد رئيس الجمهوريه ان ياتي بهذه الاسماء ويرشح احداها بعد اذا جيت. إذا وافق البرلمان ومو هو شنو مشكلة السيد رئيس الجمهورية ينتظر أنه تتوافق الكتل الشيعية والسنية وطبعا شيء بما فيهم سائرون يلا يقدمه مو هيك الموضوع. طيب. أكو عندك دستور رسمه قابلهم رئيس الجمهورية راضي عليهم هو مزاجه برأيك أنا من راضي على هاي الأسماء هو مقتنع بهم لو مقتنع كان قدم واحد منهم آه نعم